قالت إذاعة إسرائيلية إن القوات الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين من رفح جنوبي قطاع غزة في إطار عملية محدودة النطاق، حيث تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه بحاجة لنقل 100,000 شخص. ووفقا لما أوردته الإذاعة، فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية، حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاؤهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين. بينما نقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يشجع سكان شرق رفح على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة، وأنه لن يضع إطارا زمنيا لإخلاء المدينة، وسيجري تقييمات عملياتية. سبت داري وطلعت ولا حاجة خدتني، كل من جميع داري، داري زي القصر، كل من جميع شرب، بس أخذت الغيار وطلعت، ما أخذتش حاجة معي ولا إشي. مات كل الشعب، إيش اللي بدهم إيامنا؟ إيش اللي بدهم إيامنا؟ حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. الله يتنقم منهم، الله يتنقم منهم. قتل أولادنا، ذبح أولادنا، إيش اللي مات منهم؟ شو اللي مات منهم؟ هم قتلونا كلياتنا، اتقطعت تقطيع ابن اختي، تقطيع في الراس في الرجلين، يا عيب عليهم، ما بيستحوا دم. خلص مكفيهم، كفيهم الشباب، وين يروحوا؟ وين يروحوا الشباب لساتهم؟ وكنون متصلين علينا على الجوالات طول الليل، ما خلونا ننام وهم يتصلوا على جوالاتنا، مش قادرين نرد عليهم. ايش اللي بدهم؟ اخلوا من الدار، اخلوا من الدار، اخلوا من الدار. امبارح الساعه 11 الا 10 تقريبا فجأنا بصوت قصف عنيف جدا، طلعنا لقينا اشلاء اطفال، يعني اطفال الاحتلال قتل ابوهم وامهم اواخر العام الماضي، واليوم قتلهم هم. يعني بأي حق يا نتنياهو أنت بتشن حرب على مدنيين وحرب على أطفال؟ هذا المنزل مدني فيه أطفال، بأي حق؟ فيش ولا منطقة أمن في كل غزة، رفح المكان الوحيد اللي يشمل كل العالم، 2 مليون نسمة، وين الناس تروح؟ ضريات وين يروحوا؟ البحر، وين؟ في البحر. نشوف فورات. والله رموت أو منا شيء، مش عارفين وين بدنا نروح، عمالها إني قاعد بجري. أنا كنت نازح في الأول في المغازي في مدرسة بوكالة، وراح لي ولد فيها، وهيني عمال بدي اطلع مش عارف وين بدي اروح، اروح على المواصل ولا اروح على الزوايا، مش عارفين وين بدنا نروح، قاعدين بنجري ما بندري قاعدين. فك الخيمة للمرة الرابعة واحنا بننزح من الشمال لخان يونس، وهينا في رفح بننزح، ومعسكر جبالية نزحنا، ومستمعنا لكلام الجيش انه نطلع للمناطق الآمنة في مواصل خان يونس. للمرة الرابعة على التوالي. طبعا نزحنا من المخابرات ورحنا على معسكر جبالية، معسكر جبالية من عند اخوتي طلعنا على صناعة خان يونس، من صناعة خان يونس جينا على رفح، وهنا بدنا الله اعلم وين بدنا نروح، لسه ما قرب.